عيد سعيد وكل عام وأنتم في أتم الصحة. العيد عيد العافية، واحدة من المقولات التي تحمل معاني صحيحة وحقيقية. فعسر الهضم ومشاكل المعدة والقولون العصبي وغيرها من أمراض الجهاز الهضمي تنغص على البعض عيدهم وتتركهم يتحملون الألم في صمت حتى لا يكدروا على الآخرين فرحتهم. والغريب في الأمر هو أن البعض يكرر نفس التصرفات كل عيد، وهي التي تسبب تلك الاضطرابات الهضمية المعروفة. في هذه الحلقة سنرشدكم بمعية طبيب متخصص إلى بعض النصائح التي تساعدكم على تخطي الكثير من تلك المشاكل. فمثلاً إذا تناولت في الفطور كبدة فلا تستعجل في الغداء إذا كنت ستتناول اللحوم. اترك فترة طويلة بين الفطور والغداء. الزبادي واللبن الرائب خيار جيد في العشاء لهضم أفضل. ونصيحة هامة في وقت العيد تحديداً، لا تتناول البقوليات وبعدها المكسرات وبعدها المعجنات والكعك والعصائر، فالجهاز الهضمي لا يعرف متى العيد كي يتلقى كل تلك الأصناف دفعة واحدة، فهو ليس مجهز لذلك. سنتحدث في هذه الحلقة عن تفاصيل أكثر، كما نتلقى أسئلتكم عن أمراض الجهاز الهضمي ونطرحها على الأستاذ الدكتور محمد الطشي، أستاذ أمراض الجهاز الهضمي والقنوات الصفراوية. مرحبا بك دكتور محمد. أهلا وسهلا، حياكم الله. كل عام وأنتم بخير. طيبين والشعب اليمني، كل عام وأنتم بخير والشعب اليمني بأكمله بخير في الداخل والخارج، وبالداخل بالذات بصورة خاصة إن شاء الله. وأنت بألف خير وصحة وعافية يا رب. وأبدأ معك بالسؤال، عادة يعني أسأله في الأخير، ما هي النصائح اللي توجهها للناس في العيد؟ إن شاء الله إذا أمكن نبدأ بالإشكالات التي ممكن أو الأعراض الصحية أو الوعكات الصحية التي قد تحدث في أيام العيد، وبالذات في عيد الأضحى، كما أنها تحدث كذلك في عيد الفطر، وهي متعلقة بنوعية الأكل والتصرف مع الأطعمة والوجبات التي تقدم للناس في الزيارات عند الأهل. تحدث هناك أخطاء، ومنها كما ذكرت وتفضلت في البداية إدخال الطعام على الطعام، كما ذكر أحد الحكماء سابقاً، وهو أن يأكلوا بشكل مستعجل وبشكل كثير، فيأكل في الزيارة هذه شيئا ما، وفي الزيارة الثانية يضيف إليها شيئا آخر، ويكثر من الحلويات والعصائر، وللأسف الشديد أن أقول العصائر الغير جيدة والعصائر التي تحتوي على الأصباغ أكثر منها على الفيتامينات وعلى المواد الجيدة، مثل التانج والفيمتو وهذه الأشياء المعتادة. كهذه الأشياء التي ذكرتها، نعم للأسف. ففي بلادنا تكثر هذه الأصناف الغير جيدة، لأنه لا توجد عليها تلك الرقابة المطلوبة، فهي تحتوي أكثر ما تحتوي على الأصباغ حتى تضفي للناس الشكل الخارجي الذي يغريهم على أنها عصائر جيدة. الشيء الآخر هو المقادير التي يأخذونها في الوجبات، وخاصة في الوجبات الرئيسية. ففي عيد الأضحى الإفطار غالبا ما يكون على الكبد، كبد الأضحية، صحيح. والكبد تحتوي على كمية كبيرة من الدهون، وكذلك الأحشاء يطبخونها في الوقت المبكر، والخبز غالبا ما يكون في أيام العيد مطلي أو مغموس في السمنة، وخاصة السمنة البلدية كما تعرفونها. وكل هذه الدهون تكون ثقيلة على المعدة، وبعدها يضاف إلى هذه الدهون كميات السكر التي تستقلب كذلك إلى دهون، ويحدث منها تلك المشاكل المعروفة. بس كمان يا دكتور، في بما انك ذكرت الكبده، يعني كمان يعني في ناس ياكلوا الكبده في يوم الاضحى نيه، يضيفوا لها بعض الملح والبهارات وياكلوها نيه، هل الموضوع خطير؟ المساله لا تفرق عن المطهيه او النيه بشكل كبير، لان محتوى الدهون قد ربما يكون في النيه
وإن كنت لا أحبذها طبعا أقل، لأن البعض يطهو أو يطبخ الكبد أيضا بإضافة دهون إضافية إلى دهون الكبد الموجودة أصلا. وتوخي الحذر في أكل اللحوم غير المغذية يكون أولى وأوجب، لأنه وإن كانت تحتوي الكبد على بعض الدهون كذلك ربما أثناء النقل وما إلى ذلك، وخاصة في أيامنا هذه، قد تحتوي أو تتحمل بشيء من الميكروبات والبكتيريا التي تقتلها النار، أو أثناء الطهي يمكن التخلص من بعض ما علق بها من بكتيريا أو فيروسات أو ما إلى ذلك. فننصح بعدم تناول اللحمة النية كما هو الحال في بعض المناطق في اليمن وغيرها في البلدان العربية، والكبد بشكل خاص. طيب يا دكتور، الآن في حاجة نعم. اسمها يعني شيء معروف في اليمن، يسمى أنا لا أعرف ما مرادفها باللفظ المهني أو العلمي، ما يسمى بالبشم، وهذا الأغلب يشتكي فيه في أيام العيد. ما هو بالضبط يعني ما هو علميا أو طبيا، ما هو بالماذا؟ البشم؟ انتفاخات المعدة وما يسمى في اليمن بالبشم. البشم. أيوة نعم، هذا هو يحدث من إخراج الغازات التي تكون موجودة في الأجزاء العلوية من القناة الهضمية، وخاصة من المعدة وبداية الأمعاء الدقيقة كالاثنا عشر والبجرة ما يسمى، وتكون هذه مصاحبة لأكل إما اللحوم الغير مطهية بالشكل الجيد، أو مصاحبة لوجود إنتانات بسيطة ولكنها متكررة ومزمنة في الجهاز الهضمي نتيجة وجود بكتيريا، وخاصة البكتيريا الضارة غير النافعة، لأن هناك بكتيريا تنفع الجهاز الهضمي وتنفع الإنسان، وهناك بكتيريا ضارة وأقربها وأكثرها ذكرا في الجهاز الهضمي في بداياته، ما يسمى بالإتش بايلوري، أو ما يعرف عند في اليمن، لأن عملت أيضا في اليمن لفترة طويلة، فيقولون لها الجرثومة، جرثومة المعدة. نعم إنما فعلا تصاحب هذه الحالات، وهو إخراج الغازات الأكثر تعفنا أو بالرائحة النفاثة الغريبة، تكون مصاحبة لأكل اللحم إما بشكل مفرط أو بالشكل الغير مطهو بالشكل السليم. صحيح يا دكتور، يعني احنا حنرجع لهذا الموضوع لانه في تفاصيل خاصة احنا كشعب يمني، لكن بعد اذنك اتلقى هذا الاتصال. الو، تفضل. اذا ممكن ألو، بس تسمعني من سماعة التليفون فقط لو سمحت. اسمعني من سماعة التليفون، واذا ممكن بس تغلق التلفزيون عشان تسمعني. هو مرض معدي يسبب، يبدو انه الاتصال سقط، يعني اتمنى من المتصلين انه يسمعونا بس من سماعة الهاتف لانه يكون بعدين تأخير في الصوت اذا سمعوني من التلفزيون. طيب دكتور، احنا كنا نتكلم عن الغازات اللي او المرض المشهور في اليمن نتيجة انه ادخال اطعمة كثيرة. هل ما يسمى المكسرات وجعالة العيد وهالتفاصيل لها دور في الموضوع؟ بالنسبة للمكسرات والسكاكير أو ما يسمى المسكرات أيضا، الحلويات الموجودة بكثرة في طاولات الزيارة، صحيح لها دور حتما موجود، لأنها أيضا المكسرات تحتوي على الدهون وبكثرة، وفيها أيضا البروتينات النباتية. فالبروتينات ليست موجودة فقط في اللحمة، ولكنها موجودة أيضا في كثير من الأطعمة النباتية، ويستعاض عنها في بعض الدول عن اللحوم، خاصة عند الشعوب التي تتخذ من النباتات مصدر البروتينات كالهند وغيرها، ويفتقرون بذلك بعدها إلى بعض الفيتامينات كبي 12 وإلى الحديد وغيره، فيستعيضون عن اللحمة مثلا بالبقوليات البقوليات. والعدس وأيضا المكسرات وما إلى ذلك، التي تحتوي أيضا على بروتينات، ويكون كميتها في العيد عندنا في اليمن بشكل كبير، في كل زيارة في كل بيت تؤخذ كمية، صحيح وهذه تكون أيضا بروتينات مجهدة للمعدة، وتكون
حتى يتم هضمها أو بداية الهضم في المعدة، ينتج عنها وعن الإكثار منها كذلك نتيجة عملية الهضم بالبيبسين وبالحمض الهيدروكلوريك الاتش سي ال، ينتج عنها شيء طبيعي غازات وتكون بشكل أكبر عن الأوقات الأخرى. والطبيعي كما هو عندنا في التوصيات، عندنا في عند المسلمين، النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه ما ملأ ابن آدم وعاء شر من بطنه، طيب كيف تنصح وذكر أنه الناس إذا يا كان دكتور اللي حدثت بيروح يزور أهله وبعدين يعني هو لازم يعني يرضي الجميع وياكل في هذا البيت وبعدين يروح لهذا البيت، كيف ممكن تنصحهم في تقنين هذا الموضوع؟ يعني هل ما يعني يأكلوا مرة واحدة بس أو الكمية أو تباعد في الكميات، أو ما هي النصيحة بالضبط اللي توجهها للناس؟ في أيامنا هذه أنصح للأسف الشديد، وإن كنت لا أرغب في هذه النصيحة، ولكني أنصح بعدم الزيارات أصلا نتيجة الجائحة صحيح الموجودة حاليا، جائحة كورونا، والتي لا ينبغي أن نغفل عنها. للأسف الشديد هناك صحيح البعض من يروج أن الجائحة قد أصبحت في تلاشي وأنها تكاد تختفي من المجتمعات وخاصة في بلادنا، ويؤسفني أن أقول أن هذا ليس خبرا صحيحا. فإلى اليوم وإلى اللحظة ما زلنا نتلقى كثير من الحالات التي نتعامل معها عبر التليفونات وعبر رسائل الوسائط التواصل الاجتماعي وما إلى صحيح ذلك، دكتور، يعني ومع الزملاء. يعني اسمح لي بس دكتور لأنه هذا الموضوع يعني فعلا مهم وأتمنى أنه أيضا تتكلم فيه، ولكن بعد أن أتلقى هذا الاتصال بعد إذنك. ألو، السلام عليكم. وعليك السلام، من معي؟ عفوا، محمد سعيد. أهلا يا محمد، تفضل الدكتور يسمعك. في عرض الشعار الحكومة ما سمعت، عفوا ممكن تعيد السؤال؟ أنا أسمعه بالمرة. أنا كمان ما سمعت. بنت السماء الشافية عراق عن السيرة. شباب سمعتوا؟ عند الأزر ما أدري ما يقول. عيد سؤالك وارفع صوتك لو سمحت. ايش عرض الدبلومة؟ ها، أعراض الجرثومة، تمام. دكتور بيسأل عن نعم أعراض الجرثومة. نعم أوكي تمام. نعم بالنسبة لما يسمى بجرثومة المعدة، الدكتور الآن بيجاوب عليك يا أخ محمد، تفضل يا دكتور. يعني ممكن أتكلم؟ أيوة أتكلم. أيوة نعم، جرثومة المعدة التي يقال عنها جرثومة المعدة والإتش بايلوري، هذا البكتيريا هذه تنتقل كغيرها من البكتيريا من البكتيريات بالعدوى من شخص لآخر، وأعراضها هي ليست هناك أعراض محددة بعينها نقول أنه ما دام عند فلان الأعراض هذه فعنده بكتيريا في المعدة أو جرثومة في المعدة، ولكنها تكون نتيجة التغيرات التي تتحدث في المعدة كالقرحة المعدية أو حتى القرحة الاثنا عشرية، وكذلك في بعض الحالات التي يحدث فيها التهاب معدي قبل أن تحدث قرحات، فيكون هناك عموما التهابات أو أوجاع في المنطقة العليا، منطقة المعدة في المنطقة العليا من البطن أسفل الحجاب الحاجز مباشرة. الأوجاع هذه إذا كانت مصاحبة لتقرحات أصيب بها الإنسان نتيجة وجود البكتيريا هذه أو الجرثومة، إذا كانت في المعدة التقرحات هذه فيكون المريض أكثر نحافة وتدهور أو وزنه يقل، لأنه إذا أكل يزداد الألم عنده، فيكون يفضل أن لا يأكل لأن الأكل يزيد عنده آلام المعدة. فنلحظ أنه في فترة وجيزة يبدأ في النقصان وفقدان الوزن. عند البعض قبل أن تظهر هذه التقرحات يكون عندهم ازدياد في خروج الهواء من عن طريق الفم، وليس بالضرورة أن يكون المسمى اليمني بالبشم، ولكن التجشؤ. التجشي الطبيعي. أيوة. نعم التجشؤ الكثير.
ويكون عندهم بعض البعض يشكي من سوء الرائحة من الفم. صحيح. الجرثومة تعمل كذلك غير الالتهابات، ممكن تعمل كما قلنا التقرحات أيضا في الاثنا عشر. في الاثنا عشر إذا كانت التقرحات موجودة يكون الألم عند المريض في الجهة الأقرب إلى الجهة اليمنى من تحت الحجاب الحاجز، ويظن البعض أنها من المرارة. الآلام تأتي غالبا عند العكس عند الجوع، وإذا أكل المريض يحس بعدها بلحظات أنه بدأ في الارتياح إلى أن تختفي الأعراض، فيكون عنده النهم أو نقول الرغبة في أن يأكل تجنبا للآلام، فهو عكس التقرحات في المعدة، المعدية. نعم. وتكون الآلام أيضا متجهة حتى إلى الظهر، قد تكون هناك آلام من الجهة اليمنى في أعلى البطن إلى ما قابلها في الظهر أو إلى منتصف الظهر، وتكون هناك أيضا للأسف أعراض مصاحبة كالاستفراغ عند الآلام الشديدة، فيكون هناك ما يسمى بالطرش، أن المرضى يستفرغون. وأصحاب القرحات المعدية إذا استفرغ ارتاح، يعني يحس بالارتياح لأنه تخلص من الأحماض الموجودة في المعدة والتي تزيد طيب التقرحات في المعدة دكتور أو استأذنك انه تفاقمها. احنا نرجع، لانه موضوع على جرثومة المعدة كأنها مشهورة في اليمن، واذا اتيحت لنا فرصة نرجع للموضوع، لكن خليني بعد اذنك استقبل هذا الاتصال. الو، تفضل، من معي؟ الو، السلام عليكم. السلام وعليكم السلام. عليكم، معك ام محمد من عدن. اهلا وسهلا ام محمد، تفضلي الدكتور يسمعك. كل عام وانتم بخير ومشاهدي قناة بلقيس بخير. وانت بألف خير أقول لك وعافية. يا دكتور، سؤالي، عافية. انت تعرف في العيد نحن عندنا يعني لما نذبح يعني بنطبخ لحمة الرأس وايضا الكبش، وقد نحن بالبيت نغسلها ونعمل كل شيء. بنتي تقول انه لما تاكلها يجي لها ألم بالمعدة، يعني يسبب لك تسبب. هل هذا صحيح؟ يعني رغم انه قد نحن نقوم بكل الاجراءات في تنظيفها، هي لحمه الراس ولحمه الكرش، فهل بالفعل تسبب سوء هضم؟ سمعت يا دكتور؟ المعذرة، ما الذي يسبب سوء الهضم آه، التي تحصل لحمه بشكل الراس كبير؟ والكرش تسأل أم محمد، هل بتعمل تلبك؟ لأن بنتها بعد يعني تقول إنها تشتكي، صح يا أم محمد؟ ايوه صح. اوكي، تفضل دكتور. نعم، وبالنسبه للحمه الراس او حتى الكرش والاحشاء وكل اللحوم انواعها، الشيء الذي ينبغي ان نركز عليه هو نسبه الطهي او كيفيه الطهي، انها ينبغي ان تطهى بشكل جيد. جيد. اما بالنسبه للغسل فهذا من الشيء الطبيعي ان يكون غسلها ربما اكثر من غيرها، لانه يبقى فيها شيء من صوف في لحمه الراس، شيء من صوف ما حول العين او من الصوف الموجوده في كم المده الراس. المفترض يا دكتور في الطباخه، يعني كم المده لانه عشان تكون طباخه جيده، لان تختلف من منطقه لاخرى؟ يعني هذه ربما ننتقل الى عند خبره الطباخين اكثر، ولكن هناك اختلاف. الطبخ مثلا ما يسمى بالطناجر الضاغطة قد لا يتجاوز الثلاثين دقيقة وتكون مطهية بشكل جميل جدا، أما إذا طهيت في الطناجر غير الضاغطة فقد تطول إلى ساعة ونصف، يعني حتى يكون الطبخ جيد ويؤدي الغرض. الغرض المطلوب من الطبخ هو الإبقاء على البروتينات، عدم تحللها، كذلك التغلب من الروابط الكيميائيه الموجوده بين الاحماض الامينيه فيما بينها التي تترابط مع او في 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 الخيوط العضليه الموجوده في اللحم، مع الابقاء على الفائده الغذائيه. فالطبخ الزياده الذي يحيل اللحمه او يحولها الى تقريبا اكثر سيوله، أيوة. هذا يقضي على البروتينات وبالتالي على المحتويات المطلوبة أن تكون موجودة في البروتينات كالفيتامينات والحديد وغيرها.
لكن عدم الطهي بالشكل الجيد، وعندنا للأسف هناك مثل يقال في اليمن أو كلمة مشهورة أن اللحمة الحقيقية أو اللحمة الجيدة التي تهز تهز الدكون. الدقون. ايوه هذه لا صحيح. نوافقهم، لا نوافقهم الرأي، فليس بالضرورة أن تهز الدقون ولا أن تسقط الأسنان. صحيح فلا صحيح. تكون، لا تصبح اللحمة كالدهن ولا تظل قاسية وكأنها لم تطهى أصلا. ايوه، اذا فهكذا طبخت المقدار اللحمه الذي كويس يا ام محمد ما بتعملش تلبك ولا شيء. يبدو انها تكره الكرشه مثلي، انا اكرهها تماما يعني. طيب دكتور، نرجع يعني في موضوع جرثومه المعده، لانها يعني كثير من اليمنيين يشتكون عندهم جرثومه معده ويقولوها بشكل يعني متأكدين يعني، بينما احنا حضرتك تكلمت عن تفاصيل انه كيف ان احنا نفرق بين انه تقرحات المعدة وتقرحات الاثنى عشر. حابب تضيف فيما يخص هذا السؤال، ولا تحب انتقل الى سؤال اخر؟ نعم، فيما يتعلق بجرثومة المعدة، هناك فحوصات متدرجة في الكيفية أو في حتى في الكفاءة التي نحدد منها إذا ما كانت الجرثومة موجودة أم لا. أول الفحوصات هو الفحوصات ما تسمى في السيرولوجي في الدم، بوجود الأنتيجين للإتش بايلوري هذا أو لا، يعني بالفحص في الدم، وهذا هو أضعف الفحوصات. يعني ما يسمى بالفحص الإيجابي الغير صحيح أو الفولس بوزيتيف، هذا كثير ما يكون موجود، وليس بالضرورة أن يكون فحص كافي لأن يعطى المريض، لأنها تترتب عليه أشياء، يترتب عليه المعالجة، والمعالجة تكون بعلاجات بمضادات حيوية ومعالجة للمعدة. يعني الشيء ضروري المضاد الثاني الحيوي يا دكتور والفحص في الثاني، علاج جرثومة المعدة، ولا هذا ممكن أن إذا أثبت، إذا أثبت؟ هذا إذا أثبتناها، لأن كما قلت فحص الدم لا يغني تماما عن بقية الفحوصات التي تتدرج بعدها كما قلت في الكفاءة. يأتي بعدها فحص الأنتيجين للإتش بايلوري هذا في البراز، فهو يعتبر بنسبة أكثر تأكيدا من فحص الدم. نعم الأقرب إلى الفحص الصواب لوجود البكتيريا هو فحص البكتيريا في الهواء في نعم التنفس، وهذه طريقة موجودة الآن في بعض المختبرات الجيدة وفي بعض حتى مراكز التنظير. نعم يتنفس المريض إلى جهاز خاص وتحصر منه وهذه كمية الهيدروجين في، نعم، نعم والتي تحدد بعضها اليورياز، تحدد بعضها كمية اليوريا وتقول إذا في اتش صحيح بايلوري أم لا. تمام. أما الفحص الأدق الذي هو نقدر نقول انه 100%، نعم هو بمنظار واخذ خزعه من من المعده المعدة، نعم ووضعها في محاليل او في الزراعه، نعم وحينها يكون الفحص 100% ان الجرثومه موجوده، نعم واذا وجدت لابد من استخدام المضادات الحيويه. نعم دكتور، دعني أتلقى اتصال بعد إذنك. ألو، السلام عليكم. وعليك السلام، تفضل، من معي؟ السلام عليكم. أنيس محمد. تفضل أخ أنيس، الدكتور يسمعك. ألو، لو سمحت يا دكتور، هل صحيح في الطب الشعبي أن استخدام اللبان الذكر يعني علاج ممتاز جدا للجرثومة؟ في ناس جربوه واستفادوا جدا منه أكثر من العلاجات الطبية هذه. اللبان الذكر يعني نعم. يوضع في ماء ثم يشرب بشكل مستمر، هل هذا ممكن معلومة عندكم ولا لا؟ جزاكم الله خير. السؤال واضح و حياك الله. تفضل دكتور. حياك الله أخ أنيس، السؤال واضح. بالنسبة للطب العربي أو ما يسمى عالميا الطب البديل، هو لا ينكر يعني أثره، ولكن هل هو يعالج الاتش بايلوري أم يعالج الأعراض؟ فهذه مسألة أخرى. كما قلت في البداية، الجرثومة هذه لابد أصلا من التحقق من وجودها. ليس كل من لديه آلام في المعدة لديه جرثومة، وإن كانت منتشرة بشكل كبير وخاصة في بلداننا. أذكر في يوم من الأيام أنها أقيمت دراسة في جزيرة سقطرى على شريحة كبيرة من المواطنين، وقام الزملاء هناك بفحص المرضى بالتنظير بالمناظير، وأخذوا عينات من المعدة،
واثبتوا للاسف في تلك الاعوينه، وكانت اعتقد في 2009 او هكذا او 2010 انه او ربما قبلها ما اتذكر بالدقه. وكانت للاسف الشريحه كلها مصابه بالاتش بايلوري، فطرحت الدراسه تلك الميدانيه انها موجوده في 100% من المواطنين، وهذا لا يعني انها عند كل في كل المناطق بنفس الدرجه، ولا يعني انها في كل الاوقات وفي كل الفصول انها بنفس الدرجه، ولكنها موجوده عندنا في بلداننا بشكل كبير. استخدام اللبان او غيره من الاشياء هذه من الطب البديل والعقاقير النباتيه ليس بالضرورة أن تقضي على الجرثومة، ولكنها تعاين أو تعالج الأعراض، ربما أنها تساعد الغشاء المخاطي في المعدة على الريجنريشن، أنه لا يحدث له تآكل نتيجة التهاب المزمن الذي يحصل من الإتش بايلوري، ويساعد على التئام الإيروجنز أو التقرعات الصغيرة أو حتى التقرعات المعوية والاثنا عشرية. لكن لا نستطيع أن نجزم أنها عالجت الجرثومة، قد تكون عالجت قرحة، عالجت التهابات، ساعدت فيها، ولكن كما قلت إذا أردنا أن نعالج الجرثومة فلا بد أولا أن نثبت أنها موجودة. طيب هذا في حال أنه فعلا إذا توفرت للناس الفحوصات، يعني في أماكن الموضوع ليس سوداوي بهذا الدرجة. طيب دكتور، الآن كنت أكلمك على موضوع ما بعد وجبة غداء العيد، وهي أجواء القات والأشياء التي تشرب مع القات، يعني ومن بعدها في الليل ما يعني يعاني الناس من حرقة المعدة. فهل من دراسات أو هل من خلال خبرتك يا دكتور، موضوع المشروبات التي تشرب مع القات يعني وخاصة في جلسات العيد، هل لك في هذا الموضوع طرح؟ إذا أمكن قبل أن نتجه إلى ما يتعلق بالمعدة، هناك مسألة أشد خطورة من المعدة. وتحدث ليس فقط في الأعياد، وإن كانت في الأعياد تحدث بشكل ملحوظ أنها كنا نلاحظها أثناء العمل في اليمن أنها موجودة، أو بعض الناس عند يعني أثناء العزائم الكبيرة كالأعراس وغيرها والولائم الكبرى، وهناك لحوم كثيرة ودهون كثيرة. المسألة الخطيرة التي قد تحدث هي أثناء كما قلت تخزينة، التي أمقتها جدا وأتهمها أنها سبب مشاكل كبيرة في اليمن، هذا موضوع آخر. يحدث أن يأتي المريض إلى الإسعاف يصطحبونه من التخزينة أنه أصيب بألم حاد جدا في منطقة المعدة، ويظن أنها من المعدة، ألم شديد، ألم يدخل بعض المرضى في حالات الشوك أو الصدمة، وهي نتيجة للأسف التهاب حاد في البنكرياس، وهذه هي الأخطر من الأشياء التي قد نخشاها، وأكثر ما يخشاها كثير من الأطباء وكثير من الأقسام، ليس فقط قسم الباطنة وجهاز الهضم، وإنما أيضا الجراحون وغيرها، لأنها للأسف عالميا إلى الآن التهاب البنكرياس الحاد الذي قد يحدث نتيجة خطأ في التغذية، وخاصة بتناول كمية كبيرة من الدهون، في الغرب مثلا نتيجة تعاطيهم الكحول وهذه تحدث عندهم، ولكن في بلداننا يعني نتيجة تعاطي كمية كبيرة من الدهون فتحدث الالتهاب، هذه الالتهابات الحادة هذه للبنكرياس، ويكون ألم شديد مفاجئ من 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 الإحساس التام للصحة، فجأة يكون ألم شديد، ويعتقد البعض حينها أنها جلطة قلبية في الجدار الأسفل للقلب. وهناك أيضا للأسف حتى عند أطباء القلب معروف أنه أثناء الالتهاب الحاد للبنكرياس قد تكون هناك تغيرات طفيفة في التخطيط القلب المشابهة للجلطة القلبية، ولكن تغيب عنهم كذلك أعراض أخرى التي تنفي أنها جلطة، وللأسف قد يصل التشخيص متأخر أنها التهاب البنكرياس، والذي هل من علاقة دكتور مع القات؟ لخلايا
هذه تسبق القاعت، القاعت مشكلة أخرى، لكن هذه التهاب البنكرياس الحاد يكون ناتج عن تعاطي كمية كبيرة من الدهون، ولذلك أتكلم عنها لأن هذه الأيام أيام أكل اللحوم واللحوم الدسمة، لأن صحيح. لحم الأبان أو الغنم أكثر ما يكون دسومة من غيره. فهذه التهاب البنكرياس للأسف الشديد في العالم كله، ما زالت المورتاليتي منها اللي هي الوفيات من هذه الالتهابات ما زالت عالية جدا، يعني تصل إلى من 10 إلى 20% في بعض الأماكن. إذا حصلت إماتة للخلايا البنكرياس قد تصل الوفيات إلى ما فوق 50%، يعني فهذه مسألة يعني خطيرة جدا ولا بد التنبه لها. وهناك فحوصات بسيطة تجرى يعني تثبت إذا كانت وجود التهاب البنكرياس أو لا. إذا عدنا لمسألة القاعات وتناول أشياء مصاحبة للقاعات كالمشروبات الغازية مشروبات طاقة. والتهام قطع السكر وقطع سكر حتى يصلحوا أو يحسنوا من طعم القاعات الذي طعمه مش حلو. أعتقد أنه من أسوأ ما طعمته في حياتي، للأسف أنه قد طعمته. فيحسنوا طعم القاعات بالسكر وبالمشروبات الغازية وما إلى ذلك حتى يستسيغوا ما يأكلوا. هذه الأشياء ضارة من أكثر من ناحية، من ناحية أنها تؤثر على جدار المعدة بحكم احتوائها على البيبسين كذلك، أو الإنزيمات الهاضمة والغازات المثيرة لجدار المعدة. ومن ناحية ثانية أنها تحتوي على كميات مهولة من السكر، وندخل في مشاكل أخرى أكثر من مشاكل الهضم وسوء الهضم وما إلى ذلك، ندخل أيضا في مشاكل ارتفاع السكر والإصابة به من أساسه. يعني إذا ما كان عند الإنسان سكري فقد يصاب بالسكر في هذه الفترات. بالنسبة لما يحدث من حرقان في المساء، اللي يشتكوا من بعض الناس يقول أن عنده التهاب أو حرقان في المريء الذي هو نتيجة الارتجاع، فهذه المشروبات من الطبيعي أنها ستكثر من الإصابة بالارتجاع المعدي للمريء، وهذا يسمى الريفلاكس أو الارتجاع. هذه المشروبات تعين على ارتخاء العضلة القابضة ما بين المريء والمعدة، وعلى حتى نتيجة الغازات المرتفعة في البطن إلى ارتخاء حتى الحجاب الحاجز، وفي بعض الحالات تساعد أيضا على ما يسمى ب الفتك العربي لا أعرف الآن، فتك الفك الحجاب نفسه. الحاجز الذي يفاقم المسألة. بالنسبة للحرقان هذا، البعض يتعاطى بعض العلاجات المهدئة له، تمام، كمضادات الحموضة. هذه تساعد لحظيا، ولكن إذا كثرت الحكاية هذه، المسألة أنه عندهم ارتجاع دائما وعندهم حرقة في المريء وما إلى ذلك، أو تصل الحرقة أو الارتجاع إلى منطقة الرقبة والعنق، فحينها لابد من الكشف عند الطبيب، لأن هذه الأعراض أو الريفلكس قد مستقبلا يؤدي إلى مشاكل أكبر. صحيح. فالارتجاع هو ارتجاع المادة الحامضة من المعدة إلى المريء، يغير من النسيج في المريء من نسيج إلى نسيج آخر، مع الزمن قد ولا سمح الله يسبب سرطانات مستقبلا، سرطان المريء. ولهذا ينبغي أن يحمد الله الإنسان على ما أنعمه الله عليه، ويتبع النصائح هذه، وخاصة النصائح الأبوية في هذا المجال، أنه إذا كان لابد فاعلا فليجعل ثلث للأكل، ثلث للشرب، وثلث للهواء، كما وصف أو النبي صلى الله عليه وإذا وسلم كان وصى ولا بد، بذلك. يعني وإذا كان ولا بد من نعم، القات، يعني على الأقل حتى نخفف من الأمور الضارة اللي مصاحبة للقات، يعني إذا كان ولا بد. طب دكتور، خليني أعرض عليك بعض الأسئلة اللي وردتنا على صفحتنا على الفيسبوك. الأخ عباس مسعد، هو ليس سؤال ولكن يعني هو انتقاد للوضع، يعني أقرب إلى انتقاد. يقول: تطمنوا، الشعب فقير والأضاحي مرتفع أسعارها وليس بمتناول أحد، والأجهزة الهضمية اليمنية أعطت اللحم إجازة مفتوحة فلا تقلقوا. طبعا هذا مش سؤال لي دكتور، بس لو حبيت إنك تعلق يعني. نعم، هذه مع أنا مع الأخ في هذا الطرح، أنه
في الوضع الحالي ربما اللحوم هذه تكون مسألة نادرة عند الشعب المغلوب على أمره في كل المناطق في اليمن للأسف الشديد. ولا نقول أنه رب ضارة نافعة، فالله سبحانه وتعالى ما حرمها، وهي من الطيبات اللحوم. ولكن يبقى أن هناك في أيام العيد أيضا تستخدم الكثير كما ذكرتي من السكريات والحلويات والمكسرات، وأيضا المشروبات الغازية والمشروبات الغير جيدة التي تسبب أيضا مشاكل هضم. وأقل القليل أن يستخدم الناس أيضا السمنة مع الخبز مع العصيدة بالسمنة، ويكثر منها في أيام الأعياد. هذه أيضا تؤدي إلى هذه المشاكل الصحية التي تكلمنا عنها، وحتى إلى المشاكل الكبرى التي تكلمنا عنها، وهي مشاكل الجهاز الدوري والجهاز الهضمي والبنكرياس وما إلى ذلك. فلا نقلل أيضا من دور هذه الأشياء التي ما زاد عن حده، دائما القاعدة ما زاد عن حده صحيح قلب أو رجع إلى ضده. صحيح فهذه التوسط في الأمور كلها مطلوب. الله سبحانه صح وتعالى قال: كلوا واشربوا ولا تسرفوا. أيا كان الأكل أيا كان الشرب، فالإسراف فيها كلها دائما مشاكل. صحيح وهناك طبيب عربي مشهورة كلمته، هو الطبيب العربي الحارث بن كلدة، قال وتنسب أحيانا هذه المقولة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا خطأ، قال: المعدة بيت الداء والحمية رأس الدواء رأس الدواء، نعم في أي شيء، يعني نعم مهما كان. نعم صحيح دكتور. طب أنتقل بك بعد إذنك دكتور إلى السؤال الثاني من الأخ أبو الأصيل الحجوري، يقول: عندي طفل دائما يتعرض للانسداد المعوي ويعطوه عملية، يعملوا له عملية، والسبب أن العقد الليمفاوية تلتهب وتسبب له انسداد معوي، هل لديك علاج لهذا أو وقاية للعقد الليمفاوية حتى لا تتعرض للالتهاب مرة ثانية؟ حياكم الله. هذه مسألة للأسف لا أظن أن المسألة بهذه السهولة التي يتكلم عنها الأخ، ولا بد من إجراء فحوصات كثيرة لازمة لاستبعاد ما هو معروف في العالم، ومعروف حتى للأسف عندنا في اليمن، كنا نعتقد أنه غير موجود لكنه موجود، مرض كرون. مرض كرون هذا مرض التهابي مناعي في الجهاز المناعي الذاتي أو في الجهاز المناعي، إصابته تكون تظهر عند الأطفال للأسف، وحتى عند متوسطي أو الشباب ومتوسطي العمر، وليس بالنادر أن تظهر حتى عند كبار السن. هذا المرض مرض كرون يصيب الجهاز الهضمي كما هو معروف عند الأطباء، قد يصيب من الفم حتى فتحة الشرج. وأكثر الإصابة به هو هي القناة الهضمية الوسطى اللي هي الأمعاء الدقيقة، وإن كانت الأمعاء الغليظة أيضا تصاب به. تصاب به العقدة الليمفاوية كرياكشن، كردة فعل، فتلتهب أيضا الغدد الليمفاوية، ولا تحدث الانسدادات في الأمعاء إلا نتيجة للالتهاب أصلا في جدار الأمعاء، وتتضخم جدران الأمعاء وتلتصق ويحدث هذه الالتهابات والانسدادات. فلا بد من استبعاد أولا هذا المرض الذي هو للأسف في اليمن موجود. هناك فحوصات في الدم تجرى لاستبعاد هذا المرض، وهناك كشافات منها الرنين المغناطيسي بالصبغة، وهناك مناظير تجرى حتى للأطفال لاستبعاد التهاب أو مرض كرون، وعلاجاته موجودة، وإن كانت للأسف الشديد في بلادنا غالية وليست في متناول الجميع، وهذه مسؤولية من والله الله أمر اليمنيين، فلا ونحن حول ولا قوة نتمنى إلا بالله. له هذه شيء يعني انه آخر فعلا ربما نتكلم عنه أخرى، لكن بالنسبة للغدد الليمفاوية في حد ذاتها حتى تحدث التصاقات او انسدادات في الامعاء، فلا بد ان يكون بشكل كبير جدا، يكون تضخم للغدد الليمفاويه في البطن وتضخم ملحوظ، واذا اجريت لهم كشافه فوق صوتيه تظهر بشكل كبير جدا انها تكون جليه. هذه الغده تكون حتى اكبر من حجم الكف او ربما اكثر،
وهذه حالات تكون نادره ويكون باستئصال الغدد الليمفاويه وليس باستئصال الامعاء الا اذا حدثت التصاقات تمنع ان ترجع هذه الامعاء الى حالتها الطبيعيه. فانصح ان يتوجه الاخ مع الطفل هذا الى طبيب اطفال مختص او الى طبيب جهاز هضمي حتى يجري له الفحوصات اللازمه لاستبعاد مرض كرون او مرض بهجت. مرض بهجت هو اكثر انتشارا في العالم البحر الابيض المتوسط او منطقه الشرق الاوسط، وموجوده ايضا في اليمن هذه الحاله المرضيه، واستبعادها يكون عن طريق فحوصات. وهناك علاجات قد تكون مفيده ولا تكون غاليه جدا، وان كان الاكثر منها غالي. فلا بد اولا من تشخيص الحاله المرضيه بالضبط، هل هي كورونا، هل هي كاستل ديسيز؟ الكاستل ديسيز اللي هو مرض الغدد الليمفاوية التي يتضخم لهذه الدرجة. نتمنى لابن أبو أصيل الصحة والعافية. طيب انتقل الدكتور بك إلى السؤال الثالث من الأخ عبد القوي الخزاعي. لماذا كلما أكل الأجبان ينشط التيفود وما العلاج؟ لماذا؟ كلما أكل الأجبان ينشط التيفود. إذا أكل الأجبان يحدث للتيفود ماذا؟ ينشط عند التيفويد. ينشط التيفويد. نعم. هذه المسألة ربما يكون الأولى أن تجرى له فحوصات أيضا لما يسمى بحمى مالطة البروسيلوزيس، التي قد تكون أيضا لنفس الأعراض، نفس أعراض التيفويد. وفحوصات التيفويد في اليمن عندنا وخاصة ما يسمى بالوايدل تيست ليس دائما هو المعيار. فإذا اتضح أن المسألة دائما متكررة والعلاجات لا تعطي فائدة، فيكون الأولى حينها أن تجرى للمريض هذا فحوصات فحص زراعي وخاصة للبراز، ليتمكن المختبريون في المختبر من التحديد ما إذا كانت المسألة للبروسيلوزيس أو للسالمونيلا الطيفي، يعني سالمونيلا التيفويد. فسالمونيلا او البروسيلوزيس اللي هي حمى مالطة، هذه تاتي من الابقار، وحتى في نوع من انواعها يسمى ابورتس اللي هو مالطة الاسقاط عند الابقار التي غالبا ما تجهر او يحدث عندها اسقاطات، تنتقل الجرثومه منها الى المرضى عن طريق الالبان الغير مبسترة أو الغير معقمة بشكل جيد. نعم. فلا بد أولا أن يؤخذ في عين الاعتبار التشخيص الانتقائي، هل هي المسألة مسألة التيفود أو أنها بروسيلوزيس. وإذا كانت التيفود فعلا فلا بد من إجراء فحوصات زراعية، وحينها مسألة الألبان والأجبان والمنتجات هذه لا بد من التأكد من نوع المرض الذي لدى أخينا. نعم. طب دكتور، سؤال من الأخ محمد علي، هو سؤال عام لكن احنا نطرحه لأنه يعني هو مرض يكاد أن يكون خفي على الناس داخل اليمن بينما يعانوا منه كثير. هو يقول إن عندي القولون، فما نصيحتك لأصحاب القولون العصبي؟ نعم، هذا سؤال جيد، لأنه مسألة القولون، هذا لما يقول الإنسان عندي القولون، كلنا عندنا قولون. القولون هو الـ 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 الأمعاء الغليظة، وإذا قلنا قولون عصبي فهذا يعني أنه قد تم استبعاد كل التشخيصات الأخرى التي تسبب ما يسمى بالأبدومينال ديسكومفورت، يعني اللي هو التضايق البطني، الانتفاخات، آلام، أحيانا إسهال وأحيانا إمساك. فيعني هذا إذا قلنا أن هناك قولون عصبي فهناك أشياء لابد أن تستبعد، أن نكون قد استبعدنا أي إصابة للمعدة، أي إصابة للأمعاء الدقيقة، أي إصابة للأمعاء الغليظة بفحوصات، بكشافات، بمناظير، بما إلى ذلك. وكانت هذه الأعراض التي عند الأخ لم تستجب إلى أي علاجات قد تمت لهذا الأخ، أو أن الفحوصات كلها كانت سليمة، وكانت الأعراض أيضا مصاحبة للحالة النفسية، يعني إذا كان منفعل أو إذا كان عنده ستريس، قلق واضطراب،
وما أكثره في زماننا الآن القلق، هناك من يقلق على وظيفته، وهناك من يقلق على أبنائه، وهناك من يقلق على أمواله، على صحته، على حياته من أساسها في الظروف الراهنة في اليمن. فالقولون العصبي وارد أنه موجود، ولا بد من التأكد أنه ليست هناك علة أخرى عضوية، لأن القولون العصبي هو علة وظيفية وليس علة عضوية، فلا بد من استبعاد المشاكل العضوية حتى نقول أن هذا قولون عصبي. وفي تلك الحالة هناك علاجات تستخدم في حالة القولون العصبي تلطف من الأحوال، إضافة إلى استخدام الحميات المعينة، باستبعاد مثلا الأشياء التي تثير الأمعاء، وخاصة في بلادنا كالبهارات، وإبعاد الألياف المغشية لبعض الخضار، والأشياء الحبوب الصغيرة كالسمسم وما إلى ذلك الكاملة حتى لا تثير الجهاز الهضمي، وتستخدم عقاقير التي تحتوي على مرطب أو ملينات عضلية ومهدئات للاضطرابات النفسية في نفس الوقت، يعني تكون علاجات كومبايند، يعني عندها شقين في العلاج، وبتأتي بنتيجة. إنما لا نقول أنه قولون عصبي إلا إذا استبعدنا كما قلنا في البداية العلل العضوية، فلا بد أولا أن نستبعد أن هناك شيء آخر غير الاضطراب النفسي الذي يؤدي إلى اضطراب في صحيح الجهاز الهضمي. فعلا. حقيقة دكتور يعني احنا انتهى الوقت والأسئلة ما زالت كثيرة والموضوع كبير وفي حلقة واحدة صعب، وخاصة احنا ما كملناش الأشياء اللي خاصة بأمراض يوم العيد، لكن يعني أنا حابة أشكرك جزيل الشكر، وخاصة أنك خصصت لنا وقت في يوم العيد ويومك الخاص. شكرا جزيلا لك يا دكتور. حياكم الله وكل عام وانتم طيبون. أنت بألف خير وعافية. السلام عليكم. نعم. السلام عليكم. أعزائي المشاهدين، إحنا وصلنا إلى نهاية البرنامج. المرض بيجي مرة واحدة والعافية تيجي تدرجات، أما الوقاية أحسن منهم جميعا. إلى أن ألتقيكم الجمعة القادمة، كونوا بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.